ازيك يا جدعان؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في الجزء السابع من رحلة نيويورك جيرسي. في الجزء ده احنا هنكمله من نهاية الجزء السادس، لما كنا خلاص داخلين نيويورك بابليك لايبراري. هنعمل رحلة سريعة نوعا ما جوه نيويورك بابليك لايبراري، بص الاكزيبتس بتاعتهم فيها ايه، وبعديها هنروح نيويورك بابليك لايبراري جيفت شوب، مشترين حاجات بسيطة كده، مبلغ بسيط من هناك. كانت مكان كان ممتع الصراحة، وحاجات كتيرة شفتها أنا شخصيا عجبتني جوه البابليك لايبراري، I recommend it. بعدين رحنا الجراند سنترال تيرمينال، من أكبر محطات نيويورك ومن أعرقها. مكان أنا كنت أصلا أعرف شكله بس ما كنتش أعرف اسمه، إن هو اسمه جراند سنترال تيرمينال. برضه مكان جميل لو أنت موجود في نيويورك يعني، وتحب تشوف الأماكن اللي شفتها ممكن في أي أفلام كتيرة. I recommend it. آخر حاجة شفنا برضو كرايسلر بيلدينج، برضو من الأبراج الكبيرة واحنا ماشيين. وفي الآخر كنا رحنا فوكس سكوير، اللي هو بتاع فوكس نيوز، واحنا كنا ماشيين في اتجاه ان احنا نكمل رحلتنا ماشي مكان آخر في الفلوج الجاي. فأتمنى الفلوج ده يعجبكم، لو عجبكم لايك شير سبسكرايب، ويلا بينا. Oh, it looks nice. ما عنديش فكرة بالظبط ده ايه اللابيري دي، بقى 125 سنة طبعا. في بيانات عن بالظبط ايه ده، يحب يعرف. ده هوديني تقريبا، بوستر معمول عن هاري هوديني. ودي البيانات، بنعمل وايد شوت. ماشي جدعان، I'm figuring it out as we go. So موسيقى موزارت. طبعا دي ال وين دبدوب. حتى انت حاجة تانية مش فاكر بالظبط ايه. تقريبا حاجات رسوميات أنيميشن قديمة أو كوميكس قديمة. في حاجة ضخمة هنا، مش عارف كتاب ايه ده. ده نفس الحاجة بس في نظام الرسمة الأصلية بتاعتها، شوية بيانات عنها. مش فاكر بالظبط ايه. لا أظن الـ African American history. جونيور
عندي شوية بالظبط. اه ده 11 سبتمبر. هذا ليه دعوة بالهدوم العسكريين في الحرب العالمية الثانية. دي حاجة عن الحرب العالمية الثانية. معلومات تانية كمان برضو ليها دعوة بال African American. Pretty cool. هذه ترى الصراحة. مش عارف بس ايه ده ماكس مليون رسمة very detailed. هات لي دعوة بالموسيقى، تاريخ الموسيقى، كل حاجة جيسكا. تشارلز ديكنز. ده مكتب تشارلز ديكنز، انا بحب قوي القصص بتاعته. مزيد من الحاجات. حاجات زيادة. أظن حاجات ليها دعوة بالمدينة. مش عارف الكتاب ده بتاع ايه. أظن ده من أول الكتب اللي كتبت البايبل، اللي هو الإنجيل بالألماني. أظن دي رسمة مشهورة لو أنا مش غلطان، بس أنا مش عارف مين اللي رسمها. في بيانات تحت. Sorry. لو انا مش غلطان دي كتابات قديمة طبعا. بيقول لك بالظبط تاريخ الكتابة. دي العراق، البابليين، اكاد، والموصل. فدي لها دعوة بالتاريخ العراقي في الكتابة. حاجات ديت منقوش عليها حاجات كتابية قديمة. بس ده الجزء، أول جزء دخلناه هنا. يلا بقى نشوف ايه في ايه تاني يتشاف هنا في اللابراري. لقينا ال كذا لطيف بينك بانثر. لطيف خالص. انا هجيب ب 10 دولار. صوت فجيب الموضوع ده. اظنش في حاجة تانية عجباني. ده المكان شوب كده جوه اللايبراري. ممكن حاجة زي من الحاجات ديت بس مش عارف.
حاجات لطيفة كده. إن شاء الله ما انساش أبقى أوريها ليكوا بعدين. ده مكان الدخول من فوق. في common style burger form and room وحاجة تانية. متوحش كلام بي I think it might have used to put out water ما طلعش مارية خالص دلوقتي. تليفونات قديمة 4 دقايق للدولار. خلينا نشوف اللي موجود. الخريطة بتقول ايه بالظبط؟ اوكي احنا ما لقيناش صراحة حاجة تانية في المكان تتشاف، فاحنا دلوقتي نازلين ونخرج نروح مكان اخر. فهذا كان المكان اللطيف الظريف اللي اسمه نيويورك بابليك لايبراري. هو مش متحف، انا افتكرته متحف بس هو مش المتحف، هو البابليك لايبراري بس. ويلا بينا. جدعان طبعا ده المبنى من بره نيويورك بابليك لايبراري، وده عامل اللاين. هو اصلا يعتبر الشعار بتاع الـ بتاع اللايبراري. بس كده يلا بينا لمكان اخر. ده الكرايسلر بيلدينج، شبه امباير بس طبعا مختلف. ده برضو في الطريق برضو المكان اللي احنا رايحين له، شكله لطيف. اوكي يا جدعان، دي الجراند تيرمينال، مشهورة جدا من جوه. ناس كتير ممكن ما يعرفوش شكلها من بره ايه. ده شكلها. احنا نعدي وندخل المكان، نعمل ووك ثرو سريع. اظن حد بيلعب موسيقى كمان. بلبلان ولا مش بخان ايه؟ طائر حمام بخبخان. لا موسيقى. No, you're good. You're good. Go ahead.
فدي من اشهر المحطات اللي ممكن يعني ممكن اقول اكتر اشهر المحطات في امريكا. انا شخصيا ما كنتش انا كنت شوف صور مع مشهوره بس مفيش ناس كتيرة كان يعرفوا او انا شخصيا ما كنتش اعرف ان اسمها الجراند تيرمينال بس هي دي جراند تيرمينال. طبعا فيها توصيلات اظن محطات كتيرة محطات قطارات كتيرة توصل تقريبا القطارات الخطوط العادية زي ما انتم شايفين كل اتجاه بيودي حاجة يعني عندك سابوي شاشات عرض كبيرة. طبعا اجمل حاجة بقى المكان ذات نفسه ضخم بشكل امتراك اللي هو الخطوط القطورة الطويلة وحتى القصيرة اللي بتودي ولاد صغيرة لو ولاد جنب جنبهم وفي بقى زي ما قلت سبوي في ال اي ار ار اللي هو اللايت ريل القطر الخفيف في القطر اللي هو اللونج ايلاند ريل رود ففي حاجات كتير قوي المحطة هنا من الاماكن السياحية غير ان هي برضه طبعا محطة فيها حاجات كتيرة للناس اللي بتسافر بشكل عام فحاجة برضه كنت احب اتوقف ودي لوس انجلوس كات كنت احب اتوقف اقف هنا بس اوريكم الدنيا شكلها ايه. يلا بينا نجيب اكل. شوف بقى امبارح كان في بيتزا زي اللي شفتوا بس النهارده بقى شوف بقى هنعمل ايه. جدعان دي فوكس نيوز بيسموه فوكس سكوير وهم اصلا بيبثوا بس مباشر الباك جراوند بتاعهم المكشوف للناس يعني المكان ده استوديو اصلا المبنى ده ذات نفسه وادي المبنى وادي الاشاره بتاعت فوكس حتى البث المباشر بتاع القناه اهو مكملين ماشي رايحين لمكان كده نشوف لو في فود تراك معينه مشهوره هنشوف لو هو موجود ولا لا. يلا بينا ماشي يا جدعان احنا دلوقتي لسه برضو في نيويورك طبعا ومكملين ماشي في نافوره لطيفه كده حتى في طيارين قاعدين حمامتين تقريبا قاعدين و ورا المبنى ده على طول روكفيلر سنتر. انا كنت اتصورت هنا وكنت جيت هنا في كريسمس 2019 وطبعا حصل كورونا واتقفل كل حاجه فده روكفيلر سنتر وده دي ميوزك راديو سيتي في مكان الستاتشو القديم ده مكان اسمه كريدي اجريكولز سي اي بي في برضه مثال تاني قديم كده هيلتون ده برج شكله انترستنج بس كده يا جدعان ده كان نهاية الفلوج بتاع النهاردة اتمنى يكون عجبكم او عجبكم لايك شير سبسكرايب لو عايزين تشوفوا حاجات كتيرة في كونتنت كتير في القناة سكان ستريمات لجيم بلاي سكان فلوجات سكان فيديوهات عن امريكا
ان شاء الله هيعجبكم حاجه من الحاجات اللي احنا بنعملها هنا ولا انا بعملها هنا. لو في حاجه معينه عايزينها اعملوا كومنت وقولوا لي بالظبط انتوا نفسكم تشوفوا ايه، نفسكم تعرفوا ايه، وانا هعمل يعني ماي او دو ماي بيست. يعني اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني او فلوج تاني. سلام.